بص يا استاذ. ماشي يا سيدي، الف بركه ان شاء الله. الله يبارك فيك. حاج عم مصطفى، السلام عليكم. طبعا في البث المباشر النهارده في الافتتاح عيادة الدكتور السيد احمد المغربي اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحاس، العنوان ديرين بارود اهليه الرمله شارع كيف، صح؟ على صيدليه الدكتوره اميره يسري وبمنزل الدكتور هاني حمدان، صح يا نادي؟ وده المتر مجدي النادي رقم واحد. منورين يا جماعه، منور يا عم السيد حبيبي هاني باشا. طبعا حسن، حسن الحاج، حسن احاج الحاج حسن البطه ده نمبر 1 في صناعه الجبنه، رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. الجبنه بتاع البطه، الجبنه الدمياطي، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا ده الجوهري برضو رقم واحد في صناعه الخبز. حبيبي ماشي يا حبيبي، منور يا استاذ محمد، منور يا باشا. انا عامل البث ده عشان خاطرك انت. تابعنا انت بقى، تابعنا على تلفزيون مصر ونور مصر وكده. خلاص مغربي. خلاص السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد جاي ده طبعا عامله، انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان انا بتشيله على اليوتيوب. ها ماشي. طبعا رجعنا للاستاذ محمد البرعي، هو برضه راجل ما شاء الله عليه، هيوجه كلمه بمناسبه الافتتاح. احنا بنبارك للحاج احمد المغربي، نقول له الف الف مليون مبروك، وربنا يجعله ذخرا كده لاهل قريته، وربنا يوفقه يا رب ويكون عون لابناء دينين يا رب، هو واللي زيه. ونتمنى ان يكون عندنا نماذج مشرفه زي النماذج دي. تمام يا باشا، شكرا يا استاذ محمد على تشرفك الافتتاح بلسان الاستاذ احمد المغربي. استاذنوا حضراتكم ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم.